ماشي اتفضل. مساء الخير يا كابتن حسام. السلام عليكم. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. حسام غالي الصغير، يعني احدث صفقات النادي الاهلي من طنطا، مظبوط كده؟ لا هو لسه، والله لسه مش حاجه رسم يعني، لسه. انت مش موضوع الاهلي خلص ولا لسه في كلام؟ لا لسه في كلام، لسه مش حاجه يعني رسمي حصلت يعني. حسام يعني اسمك لوحده اعتقد ان هو هيعمل لك مشكله، يعني اسمك لوحده حاطط عليك لود كبير. لا لا ده فضل من ربنا يعني، الحمد لله، هي صدفة يعني الحمد لله. يا حسام بمنتهى الصراحة كده، من غير يعني خجل، كابتن ربيع ياسين كان ليه دور في انك تروح الاهلي ولا لا؟ كابتن ربيع ياسين؟ كابتن ربيع ياسين هو يعني، كابتن ربيع ياسين هو المدير الفني بتاع منتخب مصر. مظبوط. هو اللي بيشتغل معانا، هو اللي بيطور ادائنا، هو ده يعني هو اللي بيبيننا للناس. لكن طبعا كابتن ربيع ياسين هو المسؤول عن المنتخب، لكن عمره كابتن ربيع ياسين ما ياخد حسام مثلا يوديه الاهلي، ما ياخد حسام يوديه الزمالك. طبعا هو النادي الاهلي كعرض علينا زي اي انديه، وده طبعا شرف ان اي حد يروح النادي الاهلي وكده. لكن عمره ما كابتن ربيع ياسين يعني، هو ممكن حد يساله مثلا في اي مكان عن لاعب، لكن هو الراي الفني بس، لكن ما يقولش مثلا ده حسام لازم يروح الاهلي، حسام لازم يعمل يروح نادي معين يعني. لكن هو ممكن لو حد ساله يقول له رأي فني بس، ده كابتن ربيع ياسين طبعا. حسام سمعنا ان يعني كان جالك عقود احتراف خارجيه، هل فضلت الاهلي؟ هل الاهلي حلم بالنسبه لك ام محطه وبعد كده يعني تتكل على الله بره؟ لا طبعا، ده طبعا الاهلي حلم طبعا ليا، وتشرف طبعا ان العب في النادي الاهلي، وتشرف اي حد في مصر ان هو يكون في النادي الاهلي طبعا. هل الاهلي دلوقتي بيشتريك من طنطا ولا انت صفقه انتقال حره؟ ولا لان سامع استاذ فايز عريبي كان في قصص كتير الفتره اللي فاتت، وقال ان انت طلعت بلد يعني مضيت في حته وبعدين راح الاهلي عن طريق مختلف، ولا الاهلي بيشتريك مباشره؟ لا طب انا اصلا ما كنتش عامل عقد يعني، انا اصلا فري، ما كنتش عامل عقد، من حق ان انا اروح في اي مكان يعني. انا ما كنتش عامل عقد، كنت فري. فانت رحت مباشره النادي الاهلي ولا طلعت بره وبعد كده رجعت؟ لا انا كنت فري اصلا يعني، انا ما كنتش عامل عقد اصلا في الاول. بس انا كان من حقي اروح في اي مكان يعني، في اي نادي. طب ايه اللي ناقصك دلوقتي انك تمضي في النادي الاهلي؟ هل هو وقت؟ هل بتختبر معاهم دلوقتي؟ لا هو لسه طبعا، هو مساله وقت بس، وربنا يكرم الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حسام ان شاء الله، وكل التوفيق يعني كابتن حسام غالي الصغير، يعني اكتشاف الكابتن ربيع ياسين. بشكرك شكرا جزيلا. يعني حضرتك بتبقى سعيد لما الشباب الصغير بتوعك يبقوا في الاهلي وفي الزمالك؟ طبعا انا بشتغل معاهم.